طبعا المقالات اللي بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي كترت الفترة دي، فأنا جبت مجموعة من المواقع اللي تفيدنا في التعليم بالذكاء الاصطناعي وهتوفر علينا حاجات كتير. كان سبق في المقالة اللي فاتت اللي أنا عاملها ملف شورت اتكلمت فيه عن حاجة يهمني إن أنا أقول لكم عليها، اللي هي الموقع اللي اسمه باليت اف ام دوت اف ام. ده بنعمل ايه؟ بنرفع له صورة وهو على طول اوتوماتيك يحولها ملونة، اي صورة ابيض واسود او جراي نرفعها له هو يحولها صورة ملونة من غير ما نبذل مجهود، وفي عدة اختيارات منها حبيت انوع عليه. ده يعتبر برضك من ضمن المواقع الذكاء الاصطناعي، وده ممكن ناس كتير ببساطة تستخدمه وتطلع يعني يشتغلوا في الموضوع ده، تلوين الصور ويعرض الخدمات دي على بعض المواقع، ويقدر يخش على الموقع ده على طول ويعمل الشغل ده. حتى هو الموقع النسخة اللي هي اللي بتنزل بيعمل لي الصورة الألوان كده ممكن تبقى جيد ليا، وبينزل نسخ هاي ديفينيشن، يعني هو بينزل لي الصورة أديله صورة أبيض وأسود يديني صورة أبيض يعني غير ملونة يديني صورة ملونة أيا كانت الصورة. وأنا شارح الكلام ده في مود في دقيقة، ممكن ترجع للملف اللي اسمه تلوين الإيه الصور. طب بس إيه موضوعنا النهارده؟ هو موضوع برضك بنكمل الكلام ده، موقع اسمه شات جي بي تي أو جوجل هي اللي عاملاه، جوجل جي بي تي او جي بي تي جو. وده بيعمل حاجتين، ده اوتوماتيك ان انا ببحث اكلمه عن موضوع هات لي كذا كذا يقدر يجيب، بخش باللينك دي او باللينك دي بتنسخهم انا سيبهم لك في الديسكريبشن وتخش على الموقع اسمه جي بي تي جو، او انت بتكتب زي ما انت عايز، بتكتب بقى السؤال بتاعك. انا مجهز مجموعه اسئله عشان ما نقعدش نكتب. اول سؤال، افضل 10 دورات كمبيوتر في العالم. افضل 10 دورات كمبيوتر في العالم، لو كتبت له كده بالعربي افضل 10 دورات كمبيوتر في العالم، اوتوماتيك هو بايه بيبدا يكتب زي ما انت شايف على الجنب، هناك العديد من الدورات المجانيه، ويبدا يكتب لي افضل 10 دورات مجانيه في العالم، هيبدا يكتبهم لي بالتفصيل هارفارد كذا. وابدا انا لو انا مهتم حبه بقرا الكلام ده، البروجرامنج ايه الكلام، فلاتر ليرنينج، المهم يعني هو بيديني فكره بيجاوب لي اجابه بيدور، وبالاضافه بيديني نتيجه جوجل نفسها، فدي حاجه كويسه ان هو وفر عليا، وفي نفس الوقت اقدر اشوف بردك السيرش بتاع جوجل. طب لو انا قلت له بردك حاجه تاني، مجهز سؤال تاني مثلا اللي هو ذا توب كمبيوتر، ممكن اكتب له الكلام بالانجلش، هو بردك هيبدا بردك هو اوتوماتيك هيطلع لي نفس الايه النتيجه. نفس الكلام هارفارد، نفس الكلام. طب انا عايز اكتب سؤال تاني غير ده، انا بس بديك همسيز ذا توب ايرنينج ويب سايت، اكتر 10 مواقع ممكن نكسب منهم، او هنا اكتر 10. دي اسئله انت تسال اي سؤال حسب تخصصك يعني. فمثلا هنا الايرنينج ويب سايت بدا يكتبهم جوجل ادسين، في امازون وجوجل ادسينس ويوتيوب و اير بي ان بي، وبعد كده عمال بقى يكتب بقى المواقع كلها العشرة، افضل 10 حاجات مواقع تقدر انت طبعا تاخدهم وتشوف القصه دي، المواقع دي ازاي انا اقدر اكسب منها. تخش على كل مواقع امازون طبعا معروف هنشتغل في التجاره الالكترونيه، جوجل ادسنس الاعلانات اللي موجوده على المواقع والاعلانات اللي موجوده على اليوتيوب طبعا اليوتيوب وهكذا. طب نكتب حاجه تاني، افضل 10 ابلكيشن ممكن نكسب منهم. تيك توك ويوتيوب وانستجرام ونتفليكس وهكذا. يبقى انا لو عندي اي تساؤلات في ذهني هو هيوفر على افضل 10 لعيبه في العالم. مش انا بقى مش هقعد ادور، هو جايب لي نتائج على الويب سايت، لكن في نفس الوقت ايه؟ انا بكتب اللي انا عايزه. هيبدأ يكتب طبعا ليون ميسي، كريستيانو رونالدو، نيمار وهكذا. طب لو انا كتبت له بردك حاجة تاني، علاج مرض السكر من النوع التاني، قلت له سيرش، هيبدأ بقى يكتب لي بردك موضوع، طبعا جاب لي كل الحاجات اللي حاسة قصة بجوجل، لكن في نفس الوقت بالمواقع بكده اقرا زي ما انا عايز، لكن في نفس الوقت بيكتبه تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب بانتظامه بالجرعات المحددة، الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن يقلل من كذا، ممارسة الرياضة على سبيل المثال لمدة 30 دقيقة يوميا،
الحفاظ على، انت لو كتبت الامر ده كذا مره هيطلع لك اجابات كتير متنوعه، يعني هو بيفكر في الاجابه لحد من التخلي والاقلاع عنه بالكامل وهكذا. شايف يعني علاج مرض السكر نوع تاني، حبه توصيات في منتهى الجمال كاتبهم آليا. هكتفي معاك بكده، جرب، خش وجرب واكتب العربي واكتب الانجليزي، هيبدا يطلع لك حاجه. ده مش كان مفيد ان هو بيبحث لي في جوجل في نفس الوقت بيطلع لي نتيجه، يعني بيطلع لي نتيجة مكتوبة أقدر أخدها كوبي أعملها داونلود أعملها وهكذا. شكرا، سلام.